ستوب. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق أرالية في مدينة نوراليا في سريلانكا، نصور غرفة من نوع ديلوكس 3 أسرة. طبعا غرف الديلوكس العادية لا يمكن إضافة سرير إضافي، ولكن يوجد معهم هذا النوع من غرف ديلوكس مع 3 أسرة للعوائل الذين لديهم أطفال صغار، ولا يوجد أيضا فاصل بين الغرفة والكرسي أو السرير الإضافي، كلهم في غرفة واحدة. طبعا هذه الغرفة لا يوجد لها إطلالة، من لا يوجد لها بلكونة، ما فيش معها بلكونة. البلكونة موجود في غرف سوبيريور ديلاكس. غرفة من نوع ديلاكس 3، تصوير شركة المحيط للسياحة في فندق أرالية. حمام، شطاف، مغسلة، دش، وهنا أيضا حوض صغير. غرفة من نوع ديلاكس 3، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. وهذه الثلاجة مع أيضا صانع القهوة وكاوية.